طيب، هي محاضرة النهاردة بتتكلم عن حاجة اسمها كومباينيشنال سيركت. دلوقتي احنا لما خدنا قبل كده البوليان فانكشن، عرفنا ان البوليان فانكشن دي عبارة عن كذا جيتس محطوطة جنب بعض عشان تعمل تاسك معينة. طبعا ما كناش انترستد نعرف ايه هي التاسك دي، احنا كنا بس عايزين نعرف ايه هي كومباينيشن، ايه هي البوليان فانكشن. ان انا عندي مثلا A بلس B، A اند B بلس A اند C، عندي بوليان فانكشن بتقول كده. البوليان فانكشن دي اصلا بتعمل ايه انا مش مهم، مش مهتم. فلو احنا عايزين ناخد امثله على بوليان فانكشنز، اقول لك مثلا بوليان فانكشن دي بتعمل اديشن، بتعمل مالتيبليكيشن، فدي مثال. دي الكومباينيشن سيركت، تمام؟ فالكومباينيشن سيركت هي سيركتس، هي لوجيكال سيركت، مثال على البوليان فانكشن، تمام؟ بس هي الفكره كلها ان ليها خصائص معينه. الكومبينيشنال سيركت دي بقى لها انبوت وبقى لها اوتبوت. عدد الاوتبوت مش لازم يبقى اوتبوت واحد. طبعا احنا كنا خدنا في البوليان فانكشن ان انا ممكن يبقى عندي هي اف واحده بس، اف يعني كولوم واحد فيه زيروز وانز. لكن الكومبينيشنال سيركت دي حاجه جنرال، يعني ممكن يجي لي الاوتبوت كذا كذا كولوم، تمام؟ فالكومبينيشنال سيركت هي مثال على البوليان فانكشن. خلاص، المثال ده جنرال، يعني ممكن يبقى الاوتبوت كولوم واحد وممكن يبقى اكتر من اوتبوت. طيب، هي في الاخر الكومبينيشن سيركت دي بتعمل مالتيبليكيشن ولا اديشن ولا بتعمل ايه؟ هناخد امثله كتير، تمام؟ يعني هناخد امثله ان انا عايزه اجمع الانبوت فاشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، عايزه اضرب الانبوت ملتبلاي الانبوت وهكذا. فالكومبينيشنال سيركت دي از لوجيكال سيركت، بحيث ان هي بتاخد عدد معين من الانبوت وبتطلع العدد الاوتبوت. العدد الاوتبوت دي ممكن تبقى مش لازم يبقى كولوم واحد، تمام؟ طبعا الكومبينيشنال سيركت دي في انواع كتيره. كان في حاجه اسمها سيكونشال سيركت، بس الكومبينيشنال سيركت دي بتعتمد على ان هي بتبقى عندها انبوت وطالع اوتبوت. ما فيش حاجه اسمها ان هي مثلا بتعتمد على هيستوري او حاجه مسيبها قبل كده. انت دخلت لي 0 1 يبقى انا بشتغل على 0 1، ما بشتغلش بقى على حاجه انت كنت دخلتها لي في المرحله اللي قبل كده او في الاستيب اللي قبل ال 0 1، فاهمني؟ فالكومبينيشنال سيركت ستريت فورورد بوليان فانكشن، ليها انبوت وليها عدد من الاوتبوت، تمام؟ doesn't make use of any memory or storage device. ما بتست... ما... ما... لا تست... السيكوينشال سيركت هي اللي كده، لكن الكومبينيشنال سيركت ما بتستخدمش اي ايه؟ ما بتعتمدش على اي ميموري او ستورج، اوكي؟ دي بتاخد عدد من الانبوت ان وتطلع عدد من الاوتبوت ام. طبعا الاوتبوت دي برضو ما بتشيلش غير values اللي هي zeros ones. اللوجيك سير الكومبينيشنال سيركت دي البيزنج بيلدنج بلوك ليها اللوجيك جيتس. يعني لما اجي في الاخر ارسم كومبينيشنال سيركت هيبقى عباره عن اند اور ونوت جيت. طيب، طبعا انا طبعا مش بحب الكلام الكتير ده، انا بحب ان انا ادي مثال ونشرح ومن المثال نفهم ايه الفكره والخطوات. طيب، بس التو سلايدز دول بيشرحوا البروسيجر بتاع الكومبينيشنال سيركت، يعني عايز تعمل ايه عشان اشتغل على كومبينيشنال سيركت. اداني مثال معين، لازم اعرف عدد الانبوت وعدد الاوتبوت، سبيسيفاي ذا نمبر اوف ليبل اوف انبوت اند اوتبوت، وبعد كده بعمل تروث تيبل، وبعد كده بعمل سمبليفيكيشن وهكذا. فخلينا بس نشوف الايه مثال، ومن المثال ده هو اللي هيوضح لنا الفكره. انا بفضل الطريقه دي. طيب، مثلا بالنسبه للمثال الاولاني، المثال الاولاني بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ويز 3 انبوت اند 1 اوتبوت. طيب، عظيم جدا. ده المثال الاولاني، ده مثال سهل. بيقول لي اعمل لي سيركت، يعني اعمل لي تروث تيبل فيه 3 انبوت وواحد اوتبوت واحد بس، تمام؟ بحيث الاوتبوت ده the output is equal to 1 when the binary value of the input is less than 3. لما يكون الباينري فاليو بتاع الانبوت اقل من 3، غير كده الاوتبوت هيبقى 0، تمام؟ فواضح جدا ان انا لو جيت احدد النمبر في السبيسيفيكيشن ستيب او الخطوه الاولانيه من التعامل مع الكومبينيشنال سيركت، ان انا لو عشت اعرف النمبر اوف انبوت تلاقي ان هم 3. ممكن تحددهم طبعا، تقول اي بي سي اكس واي زد براحتك، بس انا متاكده ان هم 3 لان هو قالها لي اكسبلسيتلي 3 انبوت للسيركت و1 اوتبوت، والاوتبوت ده بتسميه واي او اف او براحتك زي ما انت عايز. طيب، تاني حاجة بنعمل ايه؟ انا بعمل التروث تيبل بتاعي ان في 3 انبوت و1 اوتبوت، والثلاثة انبوت دول طبعا بيشيلوا كل الفاليوز اللي احنا متعودين عليها. ببدأ احط قيم الواي بناء على اللي هو قال لي عليه. هو قال لي ان الواي تاني الواي ذا اوتبوت از ايكوال تو 0 وين ذا باينري فاليو بتاع الانبوت اقل من الثلاثة. طيب، بحط 1
طيب هاجي هنا احط في الواي دي، هحط 1 في السيل دي، في السيل في اي سيل، بحيث ان الباينر او الديسيمال فاليو بتاع الحاجه دي يكون اقل من 3. ال 000 دي قيمتها ايه؟ قيمتها 0، فهحط فين؟ عند الواي 1. طيب ال 001 دي قيمتها ايه؟ قيمتها 1، هحط هنا 1. ليه بحط 1؟ عشان الواحد اللي انا لسه قايله ده اقل من 3. طب هاجي هنا اقول 010 دي قيمتها كام؟ 2، هحط عند الواي 1 لان الاثنين اقل من 3. اول ما اجي هنا عند 011 اللي هي 3 مش هحط 1 لان ال 3 مش اقل من 3، 3 بتساوي 3، فهحط هنا ايه؟ 0. فيبقى طبعا كل السيلز اللي تحت ال 3 دي كلها بزيرو، والواي هي بس اللي ايه؟ بواحد، والثلاثه الاولاني هم اللي بواحد بس. دي بس ببساطه البوليوم الكومباينيشنال سيركت. وانس ان انت شفت ترو تيبل وعرفت الاوتبوت، تقدر تكمل بقى بعد كده ان انت مثلا تجيب الكيماوي، بتعمل سمبليفيكيشن، ترسم السيركت، اي حاجه خلاص. فالكومبينيشنال سيركت السبيسيفيكيشن بتاع الفانكشن او اللوجيك بتاع الفانكشن بيتقال الاول في ستيتمنت كده، تمام؟ ما بيدينيش الفانكشن او ترو تيبل على طول، او الـ او الالجبريك فورم على طول او كده، لا بيديني كلام، وانا من الكلام بطلع التروث تيبل او من الكلام بطلع الالجبريك فورم. اوكي، هي دي الخطوه الزياده. طيب خدت انا عرفت السبيسيفيكيشن وحطيتها في التروث تيبل، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ببدا اعمل سمبليفيكيشن، يعني ببدا ريبريزنت الاوتبوت ده الواي في كي ماب. لو انا عايز التروث تيبل ده اعمل له ريبريزنتيشن في كي ماب، هيبقى الكي ماب عباره عن كام؟ 3 انبوت، هتبقى عباره عن 8، يعني اللي 2 في 2 في 4 2 تدي الكي ماب. بقى الخطوه الثانيه بعد ما بفهم السبيسيفيكيشن وبفهم النمبر اوف انبوت والنمبر اوف اوتبوت، ان انا ابدا استخدم الكي ماب. طبعا هو احنا لو كنا خدنا طرق كتيره كنا نستخدم حاجات فيه تابلر ميثود وفي الجبر، في بولين الجبر وحاجات كتير، بس طبعا عشان اللي خدناه لغايه دلوقتي الكي ماب، فاحنا نعمل اوبتمايزيشن او سمبليفيكيشن للتروث تيبل باستخدام الكي ماب. طيب دي شكل الجريد لثلاثه انبوت، عايزه املي الكي ماب دي، هيبقى عندي اول ثلاثه اليمنتس بايه؟ بوحيد. هيبقى هملي السيل الاولانيه دي بواحد والسيل الثانيه بواحد، بس السيل الاخيره هي هتبقى بواحد لان انا بمشي 0 1 2 3، تمام؟ فهتبقى عندي كده، واضح كده؟ تمام. طبعا بما ان انا عملت فيلنج الكيماب يبقى هعمل سمبليفيكيشن، يعني هشوف اعمل ميرجنج واشوف الميرجنج ده بيطلع لي ايه. فهلاحظ ان انا هو بس عمل سكيب لخطوه، المفروض يحط له الثلاث وحيد بس وبعدين يعمل ميرجنج. فبفرض ان هو حط، هنبدا خطوه الميرجنج، هلاقي ان الوحيدين دول نيبرنج لبعض او هم جيران لبعض، فهحطهم الاثنين مع بعض. طيب هيبقى لي الواحد ده لوحده، فهشوف الواحد هعمل له كومبايننج لوحده ولا اشوف حاجه ثانيه اعمل لها كومبينيشن معاها. هلاقي ان الواحد اللي موجود هنا ده في الكورنر بتاعه خلاص، فاعمل كومباين الواحد اللي في الحرف ده مع الواحده اللي في الحرف ده، تمام؟ فناتج الميرجنج بتاع الاثنين دول مع بعض ايه؟ هلاقي هنا ان الاي كانت ثابته بس قيمتها بزيرو. لو انا عايز اعمل سمبليفيكيشن للكيماب بحيث ان البرزنتيشن يبقى عباره عن اس او بي او يبقى على هيئه سمشن، هيبقى الاثنين دول ابص لهم كده الاقي ايه اللي ثابت وايه اللي مش ثابت، الاقي ان الاي ثابته ما اتغيرتش في القيمه دي ولا القيمه دي، فهيبقى الاي معايا، بس الاي هتيجي معايا ايه ولا ايه نوت او ايه بار؟ هتبقى ايه بار لان قيمتها كانت بزيرو، تمام؟ هاجي اشوف في الكولم عند 00 وهنا 01، هيبقى اللي ثابت معايا البي، بس البي هاخدها بالبي بور، تمام؟ دي الايه الالمنت الاولاني. هاجي بعد كده الميرجنج الثاني اللي هو الوحيدين دول مع بعض، هلاقي ان الواحد كانت ثابته فهتبقى معايا ايه بار، بس اللي كان ثابت في الكولم كان الزيرو الزيرو زيرو وال1 زيرو يعني السي، فيبقى ايه؟ سي بار، تمام؟ دي بالنسبه لي لو انا عايز اعمل سمبليفيكيشن. بقف عند كده، لا هو بيقول لي اصلا في السؤال، راس السؤال ديزاين ا كومباينيشنال سيركت، كومباينيشنال سيركت يعني في الاخر لازم ارسم، تمام؟ بشوف السيركت دي معناها ايه، اعمل لها سمبليفيكيشن وبعدين لازم ارسمها، خلاص؟ دي خطوه اساسيه مش اوبشنال، يعني مش محتاج ان انت يتقال لك في راس السؤال كده درو ذا لوجيك دايجرام، لا هو ديزاين ا كومباينيشنال سيركت، يعني لازم توصل لمرحله الرسم، تمام؟ ما لم يذكر لك في السؤال ان انت ما ترسمش عادي يعني، بس هو ده دي حاجه اساسيه يعني.
ان انت ترسم اللوجيك دياجرام. طيب دي الواي، وعايز ارسم الواي بحيث ان الواي دي تكون عباره عن الاي بار بي بار، هيبقى عندي طبعا اتفقنا احنا نرسم باي طريقه، ممكن الاي والبي والسي احطهم فيرتيكال او هوريزونتال، فلو فرضنا احنا نحطهم كده فهيبقى عايز اخد لاين من الاي بار والبي بار، يبقى اعمل نوت من الاي ونوت من البي دي، واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم اند، وبعد كده هاخد نوت لاين من النوت اي ولاين من النوت سي واعمل لهم اند اهو، وبعد كده اعمل لهم هما الاثنين ايه اور اللي هي دي، وكده تنتج لي الواي. لغايه دلوقتي الكومبينيشنال سيركت فهمنا معناها، فهمنا البروسيجر، فهمنا الخطوات في الاخر بتنفذ ازاي، تمام. طبعا في شرح تاني في الكومبينيشنال سيركت، بس لغايه دلوقتي في حد عنده مشكله؟ في حد عنده مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب بالنسبة للمثال الثاني، طبعا احنا اتفقنا ان الكومبينيشنال سيركت ممكن يبقى ليها اكتر من اوبت، خلاص. فهنا بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ويز 3 انبوت اند ا نمبر اوف اوبت. ا نمبر اوف اوبت يعني ما قاليش كمان عدد من الاوبت، فانت محتاج لوحدك لما تفهم الفانكشن تعرف هما كام اوتبوت. الاوتبوت بقى بيقول لي ايه؟ ذا اوتبوت از ا نمبر ذات ايكوال تو ذا دبل اوف ذا انبوت. الاوتبوت ده عباره عن الدبل اوف الانبوت، يعني الانبوت بتاعك لو كان زيرو هيبقى الدبل بتاعه زيرو، لو الانبوت كان بواحد هيبقى الدبل بتاعه ايه؟ اتنين، لو اتنين يبقى الدبل بتاعه اللي هو اربعه، دبل اللي هو ايه؟ ضعف يعني. خلاص؟ فانت دلوقتي لما يكون عندك ثلاثه انبوت، التلاتة دي أقصى رقم اسمه إيه؟ أقصى رقم بيبقى سبعة، واحد واحد واحد، تمام؟ السبعة دي ضعفها كام؟ ضعفها 14، 14 دي بعملها ريبريزنتيشن في كام؟ في كام ديجيت أو كام بت؟ بعملها ريبريزنتيشن في أربعة، يبقى الأوتبوت بتاعي عبارة عن أربعة بت، تمام كده؟ يبقى أنت ممكن ما يقولكش بصراحة عدد الإنبوت وعدد الأوتبوت، أنت بتفهم من السبيسيفيكيشن بتاع الكومبينيشنال سيركت. طيب خلينا نرسم حاجه زي كده ونشوف التروث تيبل بتاعي هيبقى عامل ازاي. هيبقى عباره عن عندي ثلاثه انبوت وعندي الاي والبي والسي، وبعد كده عندي الاربعه اوتبوت اللي احنا اتفقنا عليهم. عرف ان هي الاربعه، عرف ان هو لما ركز في المعنى للفانكشن لقى ان طالما الاوتبوت هيبقى عباره عن ضعف الانبوت فالاوتبوت الماكسيمم بتاعه كام؟ الماكسيمم بتاعه سبعه. سبعه ضعفها كام؟ ضعفها 14. فعشان اعمل ريبريزنتيشن ال 14 هيبقى عندي ايه؟ ال 14 في 4 بت، فيبقى الاوتبوت 4 بت. سماها بقى اي بي سي، تسميها اكس واي زد، تسميها زي ما انت عايز، بس طبعا اكيد مش نفس السيمبلز بتاع الانبوت. طيب ده بالنسبه لي مجرد بس عرفت عدد الانبوت وعدد الاوتبوت. عايزه بقى احط التروث تيبل، يعني عايزه افل التروث تيبل بالمعنى اللي انا فهمته ده. دلوقتي البوليان الكومبينيشنال سيركت بتقول لي ان انا ضعف اللي داخل، فاللي داخل لي هنا كام؟ ده زيرو، يبقى ضعفه كام؟ زيرو برضو. عارفه يعمل ستيب؟ ماشي خليها عادي. طيب هنا الواحد ضعفها كام؟ اتنين، فيبقى عندي صفر 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 واحد صفر، دي معناها اتنين. طيب بعد كده عندي اتنين اللي هي صفر واحد صفر، الضعف بتاعها كام؟ الضعف بتاعها اربعة، يبقى صفر واحد صفر صفر، دي معنى الاربعة. طيب بعد كده التلاتة، ضعف التلاتة كام؟ ستة، يبقى صفر واحد واحد صفر، اوكي؟ وهكذا بقى لما تيجي تكمل هتلاقي ان انت السبعة الضعف بتاعها 14، اوكي؟ دي في خطوة ان انا بفعل التروث تيبل. يبقى أول حاجة بحدد عدد النمبر في انبوت والنمبر في اوتبوت، وبعد كده بفعل التروث تيبل اكوردنج تو اللوجيك بتاع الكومبينيشنال سيركت، وبعد كده بعمل طبعا الكي ماب. الكي ماب بقى نركز عشان دي معلومة زيادة في الكومبينيشنال سيركت. بما ان الاوتبوت بتاعي عباره عن اربعه كولمز، هيبقى عندي اربعه كي ماب، كل كي ماب بتعمل سمبليفيكيشن للاوتبوت معين، تمام. يعني دلوقتي هو هنا اختصر يعني الاخر خلاص، بس مش مشكله. دلوقتي انا لما كان عندي اوتبوت واحد بس، كنت بعمل ايه؟ بديزاين كي ماب وبطلع في الاخر السمبليفيكيشن بتاعها وبرسمه. دلوقتي الاوتبوت بتاعي فيه كام كولم؟ في اربعه، يبقى هعمل كي ماب لده واعمل السمبليفيكيشن بتاعه وارسمه، خلاص.
وهاجي عند الاكس هعمل الكيماب بتاعتها واعمل السمبليفيكيشن والسم. فلو نلاحظ احنا دي معلومة، المعلومة دي صدفة في المثال ده اتعملت بسرعة، بس في المثال الجاي هتعمل بالتفصيل، هيبقى فيه كذا كيماب يعني سمبليفيكيشن، بس المثال ده اتحل بسرعة ليه؟ لان هو لما ركز لقى ان الدبليو، هتلاقي ان الدبليو هنا صفر 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 اربع اصفار واربع وحايد، يعني هي بتساوي ايه بالظبط؟ بتساوي الايه؟ لان الايه اربع اصفار اربع وحايد، فعشان كده خد لين من الايه على طول للدبليو. هنيجي عند الاكس، تبقى عباره عن هو انا طبقت اللوجيك عادي، بس صدفه طلع اللوجيك ده عباره عن هو هو الايه، وهنا مثلا بالنسبه للاكس 0 0 1 1 0 0 1 1. طبعا بمجرد النظر دي مش حاجه عليك، يعني انت المفروض عادي بتعمل سمبليفيكيشن وبتعمل ميرجنج، وناتج الميرجنج هو اللي بتحطه، بس في كل الاحوال ناتج الميرجنج هيطلع هو هو ده، بس هي الفكره كلها ان السلايدز ما شرحتهاش بالتفصيل خلاص. بس هنا هتلاقي ان الاكس هي اياها البي. طب الواي هتلاقي 0 1 0 1 0 1، يبقى الواي هي اياها السي، فهياخد لاين من الايه من السي احطها عند الدبل. طب الزد، الزد لاحظت ان كلها اصفار خلاص، يبقى الزيرو بيروح للزد، ده معناه ان مفيش وحايد خالص ولا في اي حاجه خلاص، يبقى الزد بتساوي 0. ده بالنسبة للمثال ده. يبقى المثال الأولاني عرفنا منه الكومبينيشنال سيركت بتتعامل إزاي. المثال الثاني عرفنا أن الكومبينيشنال سيركت ممكن يبقى فيه أكتر من أوبوت، وبالتالي هيبقى عندي أكتر من كيماب، وبالتالي هيبقى عندي أكتر من سيمبليفيكيشن وأكتر من سيركت لكل أوبوت، بتعامل كل أوبوت منفصل تمام. طيب المعلومه الثالثه بقى في الانبوت في المثال الثالث. هنا بقى بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ذات سبتراكت 5 فروم ا 4 بت باينري نمبر، والانبوت كان نوتك فاليو ليس ذان ال 5. بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت بحيث ان هو اللوجيك بتاع الكومبينيشنال سيركت انه بيطرح 5 من الانبوت، بحيث ان الانبوت ده 4 بت باينري. يبقى اولا عرفت ان الانبوت عباره عن 4 بت باينري نمبر، يعني الانبوت عباره عن 4 ايه بيتس تمام. الاوتبوت بقى لو انت معاك 4 بيتس، الماكسيمم رقم فيه كام؟ 16 ولا 15؟ 7 يبقى 15 اطرح منها 5، هو بيطرح فروم الدول 15 اطرح منها 5، يبقى كام؟ هيبقى 10. ال 10 اعمل لها ريبيتيشن في كام بت؟ اخرها 4، يبقى عباره عن يبقى دلوقتي عندي 4 الانبوت عباره عن 4 انبوت 4 بت، والاوتبوت برده عباره عن 4 تمام. الانبوت عباره عن 4 والاوتبوت عباره عن 4. عرفت الاربعه دي منين؟ ان هو بيقول لي انا بطرح من 4 بت نمبر، يبقى النمبر اللي داخل لي انا بطرح منه النمبر اللي داخل لي عباره عن 4 بت او 4 ديجيتس، يبقى خلاص هو عباره عن 4. طيب الاربعه دول اخر رقم فيه كام؟ طبعا هي بتختلف من حاجه لحاجه، بس دلوقتي لو جينا عند الرقم الاخير اللي هو 15 اطرح منه كده 5 هيبقى 10، ال 10 اعمل لها ريبيتيشن في كام؟ في 4، هيبقى الاوتبوت بتاعي عباره عن 4 خلاص. يبقى ده الستيب اللي عرفت فيها الانبوت بتاعي كام والاوتبوت بتاعي كام. ابني التروث تيبل ازاي؟ انا ممكن ابني التروث تيبل عادي، بس هو قال لي خدي بالك ان الانبوت كان نوت تيك فاليو ليس ذان 5، الانبوت ما ينفعش ياخد فاليو اقل من الخمسه تمام. يعني ايه؟ انا دلوقتي لما باجي في الحاجات هنا بلاقي ان في صفر وفي واحد وفي اتنين وفي ثلاثه وفي كل حاجه لغايه الخمسه، يعني الارقام دي اعمل فيها ايه لما هو بيقول لي الانبوت ما ينفعش ياخد برقم اقل من 5؟ هقولها بعدين. طيب لو الانبوت كان 5 هطرح من الانبوت 5، يعني الخمسه اللي عندي هطرح منها 5 هتبقى صفر. هنعمل كده هلاقي ان دي الخمسه اهي، لو طرحت منها 5 هتبقى ايه؟ 4 اصفار. طب لو كانت 6، 6 اطرح منها 5 هيبقى 1. طب لو كان 7، 7 اطرح منها 7 اطرح منها 5 هيبقى 2، وهكذا. تيجي عند ال 8، 8 اطرح منها 5 هتبقى 3، هيبقى السيل دي 3 تمام كده. يبقى بعرف عدد الانبوت وبعرف عدد الاوتبوت، عرفت عدد الانبوت وعدد الاوتبوت. طيب عايز افل التروث تيبل، التروث تيبل بيقول لك ايه؟ الانبوت ما ينفعش ياخد رقم اقل من 5، يبقى هبدا اشتغل او ابدا افل من ايه؟
من الخمسة، يبقى خمسة ناقص صفر، ستة ناقص خمسة ناقص خمسة، ستة ناقص خمسة، سبعة ناقص خمسة وهكذا. طب اللي فوق ده يعمل فيه ايه؟ اللي فوق ده طالما هو ما جابش سيرته بتكتب فيه ايه؟ اكس. اكس دي يعني معناها دونت كير، يعني ما مش مهم، هو مش مهتم يعرف او يعني يطلع النتيجه لو كانت، لو كان الانبوت صفر او واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، فاهمني؟ ففي بعض الحالات هو بيديك سبيسيفيكيشن للكومبانيشنال سيركت عند سيلز معينه، بس بيجي عند السيلز الثانيه يقول لك انا مش مهتم هي تبقى ايه. خلاص؟ في الحاله دي بحط سيلز لايه؟ في السيلز دي دونت كير، او بحط فيها اكس. الاكس طبعا دي هتفيدنا في الاستيب اللي بعد كده عادي، بس دي في حاله لو الانبوت ما كانش جاي لي في سبيسيفيكيشن. خلينا اشرح الدونت كير دي بشكل افضل، بس انا ما فيش معرفش ايه التول اللي ممكن اشرح بيها. بس دلوقتي لو انا عندي اي بي سي دي وكان عندي اوتبوت واحد، وقلت لك الاوتبوت ده بيطلع زيرو لما بيكون الانبوت زيرو، وبيطلع واحد لما بيكون الانبوت بواحد. طب لما الانبوت بيبقى ثلاثة او أربعة او خمسة او ستة او سبعة، مش هيطلع، ما قاليش في الحالة اللي هو ما قاليش فيها بحط دونت كير. تمام كده؟ معايا شباب؟ في حد معايا؟ معاك يا دكتور. طيب خليني اكمل المثال ده واشوف مثلا هيعمل ريتشال للدبليو ازاي. طبعا اتفقنا ان هو هيعمل كي ماب وسمبليفيكيشن لكل اوتبوت على حده. طيب هيجي مثلا هنا في الدبليو لو عايز افل الاكس، الاكسات الخمسه دي ورا بعضها وبعدين اصفار كتيره وبعدين في الاخر اربع وحايد، اللي هي دي اربع وحايد دول، هلاقي ان هي دي الايه؟ الكي ماب بتاعتي. تمام؟ الاربع وحايد دول لو ركزنا هنلاقي ان هو 14 15 16، والكماب هيبقى 12 13 14 15. دي الاماكن الوحايد اللي المفروض ايه اعمل لها فيلنج في الكماب بتاع الدبليو. اعمل لها ميرجنج، ناخد بالنا ان احنا بنفيل الدونت كير في الكماب عادي، لو في اماكن فيها دونت كير بحطها. هفهم فايدتها دلوقتي بعدين في المثال الجاي. طيب هيبقى الاختصار او السمبليفيكيشن للدبليو عباره عن ايه؟ عباره عن ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده، ناتج ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده، وزائد ناتج ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده. تمام؟ طيب دول السمبليفيكيشن بتاعهم عباره عن ايه؟ عباره عن بالنسبه للرو كان الاي والبي ايه مالهم ثابتين، هيبقى معايا اي بي. طيب بالنسبه للكولم واحد 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 صفر هيبقى ايه؟ هيبقى السي، هيبقى الناتج بتاعها اي بي سي. تمام؟ طيب هاجي عند الوحدين دول، ايه اللي ثابت في الرو؟ الواحد اللي هو اي بي، اللي هيبقى ثابت الاي بي وقيمتهم بواحد، فيبقى معايا اي بي. طيب ايه اللي ثابت في كولم؟ صفر واحد واحد واحد، يبقى ايه اللي ثابت؟ الدي، والدي قيمتها هنا بواحد اهي وهنا بواحد، يبقى الدي هتتحط زي ما هي من غير اي بار، هيبقى اي بي دي. تمام؟ ده السمبليفيكيشن بتاع ال دبليو. طيب لو عايز اجيب السمبليفيكيشن بتاع الاكس، طيب اولا ادي الاكس خمس دونت كير، وبعدين اربع اصفار، وبعدين اربع وحايد، وبعدين ثلاث اصفار. اماكن الدونت كير اربع اصفار ورا بعض، يبقى اكيد طبعا اربع اكسات ورا بعض، يبقى دي الاربع اكسات. بعد كده في اكس خمسه تبقى دي مكانها. تمام؟ اهم لكل اصفار ما عدا السيلز دي هي اللي هتبقى اربع وحايد. اربع وحايد لو ركزنا معاها هي الاماكن دي. تمام؟ طيب طبعا انا نلاحظ ان انا بسكيب بنمل ازاي، لان المفروض ان دي كانت في محطه الكماب، والطبيعي ان احنا عملنا تريننج عليها ازاي بنحط الاماكن في الكورسبوندنج انديسيز ليها في الكماب. طيب نلاحظ في الكماب واحنا هنا في المحاضره دي، لو عندك دونت كير بتحطها عادي في الايه؟ في الاماكن بتاعتها. طيب هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا عندي هنا واحد اربع وحايد ثلاث وحايد وواحد، اعمل لهم ميرجنج ازاي؟ كان ما كانش فيه دونت كير، يعني لو ما عملناش الميرجنج اللي ظاهر في الشاشه ده. عندي هنا واحد وواحد وواحد، الواحد ده والواحد ده ممكن ياخدوا مع بعض،
والواحد ده والواحد ده ممكن ياخده مع بعض والواحد ده ياخده لوحده، صح كده؟ تمام تمام. لو عايز اعمل سمبليفيكيشن للكي ماب بتاع الاكس هيبقى عندي هما اربع وحدات، فاعمل الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض وده لوحده. بس انا ممكن استفاد من الدونت كير سيلز، لان الدونت كيرز دي دونت كير يعني ممكن تبقى زيرو وممكن تبقى 1، فاهمني؟ فانا ممكن اعمل اكومباين الوحدات دي مع الدونت كير، هيديني سمبليفيكيشن اقل احسن يعني. ففي حاله الكومباينيشنال سيركت وكان عندك دونت كير بتعمل ميرج مع الدونت كير لو كان ينفع. هنلاحظ هنا ان انا لما كنت في البتاع دي في الجريد دي كان عندي دونت كير اهي، بس ما كانش ينفع اعمل لها كومبانيشن مع اي واحده من دول فكانها مش موجوده، تمام؟ بس لو كان الدونت كير بتحطها في الجريد لو كان ينفع اعمل ميرجنج معاها، او لو الميرجنج معاها هيعمل لي سمبليفيكيشن اقل هاخدها معايا. فلما اجي اخد الاثنين دول مع بعض مش هاخدهم مع بعض، هاخد الاثنين دول مع الاثنين دول خلاص. ولما اجي اخد الاثنين دول مش هاخدهم مع بعض، هاخد مع دول، بعمل بختار الجروبنج اللي فيه عدد نمبرز اقل، عدد سيلز اقل. وده مش هعمله لوحده، هعمله مع ده، ده مع ده مع ده. خلينا نشوف الريزلت بتاع الميرجنج. لو عايزه اعمل ميرجنج للاثنين دول مع بعض، ايه اللي ثابت في الرو ال1 0 اللي هو الاي بي بار؟ انا عندي ده الرو، ده الرو ده والرو ده، ايه اللي ثابت فيهم؟ 0 0 وال1 0، يبقى اللي ثابت فيهم ايه؟ البي بار، يبقى معايا البي بار. طيب هاجي هنا بالنسبه للكولم نفس التو سيلز دول والكولم، ايه اللي ثابت في الكولم؟ عندي 1 1 1 0، اللي ثابت السي، هيبقى معايا السي، هيبقى بي بار سي، هي دي الناتج السيمبليفيكيشن للوحدين دول. طيب لو عايز اخد الوحدين دول هاخد معاهم الدونت كير دول، هيبقى عندي الرو ده والرو ده، ايه اللي ثابت في الرو ده والرو ده؟ عندي 0 0 و1 0. صفر صفر واحد صفر، يبقى اللي ثابت ايه؟ البي، ويبقى بي بار، تمام؟ طيب ايه اللي ثابت في الكولم؟ صفر واحد وواحد واحد، يبقى اللي ثابت مين؟ الدي، وهتتحط زي ما هي دي من غير بار، هيبقى بي بار دي. دي ناتج السمبليفيكيشن لميرجنج الاثنين دول مع بعض. طيب عايز اخد السيل دي بدل ما اخدها لوحدها اعمل لها ميرجنج مع دي، مع الاكس اللي فوقها. طيب يبقى بالنسبه للروز عندي 0 1 1 1، مين اللي ثابت؟ البي، يبقى معايا البي. بالنسبه للكولم الاكس دي والواحد دي، الكولم بتاعهم كان ايه اللي ثابت معاهم؟ اللي ثابت معاهم السي والدي مع بعض، بس السي دي سي دي بار، يبقى سي بار ودي بار. دي ناتج السيمبليفيكيشن بتاع الماب بتاع الاكس. والمعلومه كده في الماب دي ان احنا بنعمل ميرجنج مع الدونت كير، اوكي؟ طبعا هنفذ اللي انا عملته ده مع الواي، بعد ما اعمل فيلنج للسيلز بتاع الواي دي احطها في ماب، هتنتج لي الماب دي. هلاحظ ان في وحايد عندي هنا، واحد 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 وادي واحد واحد. الطبيعي ان انا بعمل ارجنج الواحد ده مع الواحد ده خلاص، والواحد ده مع الواحد ده، والواحد ده مع الواحد ده، تمام؟ بس لو هكونسيدر الدونت كير هلاقي ان لو ان في دونت كير موجوده هنا فممكن اخد الاربعه دول مع بعض، تمام؟ طبعا نلاحظ ان انا خدت الاثنين دول، ده مع يعني ده مع ده، عشان ما ينفعش اخد الثلاثه دول مع بعض، ده مع ده مع ده ما ينفعش، لان هم لازم 2 4 8 16 خلاص، او واحد لوحده. فبما ان في دونت كير فاخد الاربعه دول مع بعض اللي جوه السيركل يعني. هاخد الاربعه دول مع بعض، وهنا برضه هلاقي ان الوحدين دول مش هينفع اخدهم مع بعض عشان في دونت كير يفضل، فهيبقى عندي اربعه مع بعض. اشوف ناتج السمبليفيكيشن، هلاقي بما ان المعلومه بس يعني اللي هو وانت طول ما انت يعني عشان لو بتتعامل كتير هتلاقي ان لو انت بتعمل ميرجنج الحاجه بتاخد رو بتاخد كولم كامل، هيبقى الرو بيتغير، فالرو الاي والبي دي عمرها ما هتظهر معاك، تمام؟ لان هو بيتغير من السيل دي للسيل دي للسيل دي والسيل دي.
فيبقى ال A وال B دايما مش معايا. طيب ايه اللي هيبقى موجود عندي هنا؟ هيبقى معايا سي دي، هيبقى دي معايا خلاص. طيب بتعمل ميرجنج برضو لنفس الشكل هنا اهو، اللي هو اكس اكس واحد واحد، دي برضو حاجة بتاخد الكولم كله، يبقى بتتغير من خلال الروز كلها. فالرو مش هيبقى معايا ال A وال B، هيبقى معايا ايه؟ معايا سي دي، بس السي دي هتبقى معايا سي دي بار، سي بار دي بار. تمام، يبقى ده نتيجة السمبليفيكيشن للواي، نفس اللي انا عملته اعمله في الـ في الزد. بعد ما اعمل فيلنج للماب بتاع الزد هتنتج لي حاجه بالمنظر ده. على فكره كان في حاجه في الكويز كان فيها كده، في سيبنا من دونت كير، كان في واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وهنا وهنا، يعني 8 وحايد، 8 وحايد جنب بعض، بس ما بتعرفش تعمل سيليكشن، يعني واحدين هنا وواحدين هنا وواحدين هنا وواحدين هنا، وكان في 4 وحايد هنا نفس كده بالظبط، 4 واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. في ناس عملت لي ميرجنج للثمانيه دول مع بعض، الثمانيه اللي هم اكس واكس دول واللي تحتهم والاربعه دول مع بعض. غلط، انت بتعمل الثمانيه ماشي مع بعض، بس دي لما تبقى كده بتاخد الكورنر معاها، فاهمني؟ يعني اللي عمل ميرجنج للاربع وحايد دول مع بعض لوحدهم وكان في كورنر اربع وحايد تانيين، هو كده غلط، لازم يعمل ميرجنج مع الكورنر برضه. تمام، طيب بالنسبه للكي ماب دي انا عندي دلوقتي ثلاث وحايد وفوقهم دونت كير، وهنا وحايدين وفوقهم دونت كير، اعمل ميرجنج لايه؟ هاخد الاربع وحايد دول مع بعض والاربع وحايد دول مع بعض، بس هاخد الاربعتين مع بعض عشان هم اصلا كورنر مع بعض، فيبقى في الاخر عندي ميرجنج واحد بس. تمام، الميرجنج واحد بما انه هو كولم يبقى ما فيش حاجه في الدي، فيبقى في الروز اللي هو اي بي مش هيبقى معايا. ايه بقى اللي ثابت هنا؟ عندي 0 0 و1 0، ايه اللي ثابت؟ الدي، بس الدي بار، يبقى الزد عباره عن دي بار. طيب ده كده السمبليفيكيشن، هم الاربعه. نرسم بقى كل واحده لوحدها، هي دي بقى اللي انا كنت بقول فيها في المثال اللي فات، ان صدفه واحنا بنرسم، يعني الطبيعي ان لما يطلع لك اربعه اوبوت بتعمل اربعه كي ماب وباربعه سيركتس. دي ده المثال ده بالتفصيل، كان المثال اللي فات كان سهل. هنا اهو الرسمه دي، لو عايز بترسم سيركت للدبليو، سيركت للاكس، سيركت للواي، وسيركت للايه؟ للزد. بيبقى عندك أربعة أوبوت. اوكي، إن كان دايما كنا بنرسم مهما نرسم في الآخر بيطلع لي إيه؟ دبليو، بيطلع لي واي، أو شوف الـ أو إف. هنا بقى بيطلع لي كذا إيه؟ دبليو وإكس وواي وزد. تمام؟ دي الرسمة كلها، بس خليني برضو لو في حد حابب بالتفصيل يعرف عادي. الـ W عبارة عن الـ A B D، يعني آخد واير من الـ A، واير من البي، واير من الدي، واعمل لهم اندنج لانهم دوت، فيبقى عندي هنا في اند اهي، داخل لها ثلاثة حاجات، الواير الاولاني واصل للاي، والواير الثاني واصل للبي، والواير الثالث واصل للدي. طيب هنا اي بي سي، يبقى عندي اند جيت فيها ثلاثة، داخل لها ثلاثة انبوت اللي هي دي، والثلاثة انبوت دول عبارة عن الاي بي سي، يبقى الاي وادي البي، تعرف السبب بتاعي شغاله لا، بس وده الايه؟ وده السي. الناتج بتاعهم بقى بعمل له اورنج عشان يطلع لي الدبل اللي هي دي. خلاص؟ طيب مثلا بالنسبه للمثال ده اللي هو الزد بيساوي الدي بار، فيبقى عندك الزد تاخد واير من الدي بار. يبقى كده خلصنا الزد. وهكذا طبعا لو عايز ترسم الواي بار، الواي اللي هو سي بار دي بار والسي دي. اوكي، ده بالنسبة للمثال ده. هو كده هو انا كده يعتبر خلصت، وكان في مثال تاني بس حابة بس اشوف حد عنده، لو حد عنده سؤال يعني. كده المحاضرة، ايه؟ المحاضرة خلصت. محاضرة يعني ايه اللي خلصت؟ ايه؟ هنكمل الشرح تاني ولا خلاص كده؟ انا بسالكوا حد عنده مشكله في اللي انا شرحته لغايه دلوقتي؟ هي الرسمه دي هتيجي في الفاينل يعني، عشان انهي رسمه اللي احنا لسه رسمناها من شويه اللي هي الاكس والواي والزد.
اه طبعا عادي قلق. مش في محاضرة اسمها كومبانيشنال سيركت؟ لا هي الفكرة كلها ان الفاينل ساعة، انا فاهم ان الكومبينيشن ايه ساعة. اللي كان فاينل ساعة يعني ما نحلش فاينل ساعة يعني ما نسألش؟ مش فاهمة. لا فاينل ساعة ممكن اسألك سؤال تحله في ساعة، بس لازم اسألك يعني، مش فاهمة. بس قصدي الرسمة هتاخد وقت كبير، وال ما فيش حاجة اسمها تاخد وقت. لا لا والمقاس إيه. والبوليو كل ده هياخد وقت كبير يعني، ما يعني هو ممكن سؤال واحد بس ياخد الساعة كلها من الكومبينيشن سيركت. هو الصوت قطع عند كله ولا أنا بس؟ نقطع عند الكل تقريبا، انت فصل عبد حد يبعت للدكتورة عشان كل مرة بتقول محدش بيبعت لي.
والنت فصل عندها تقريبا عشان مفيش حتى مسج بتوصل لها على الواتس. رن عليها كانت عيلة برن. يا شباب ماشي، هو اللي فصل بس سامعني ولا ايه؟ طيب هو بالنسبة للمحاضرة دي، يعني بالنسبة للمحاضرات أنا عايزة بس يا شباب، يعني أنا عن نفسي مش حاسة إن أنا مقصرة من ناحيتكم في حاجة. يعني المحاضرة اللي في الكلية ببعت التسجيل بتاعها وده مش لازم. المحاضرة الأونلاين ممكن أبعتها تاني، ببعتها ممكن لها تسجيلين. الشتات بعت تسجيلها. كل المشكله كل يعني دلوقتي ايه، هم 3 محاضرات: بوليان فانكشن، كي ماب، كومبانيشنال سيركت. الثلاثه مبنيين على بعض، الثلاثه ما فيهمش اي حاجه. كان يعني انا شايفه ان انت لو حد في الثانوي هتقعد تذاكر هتلاقي الخطوات باينه جدا في المحاضره، الخطوات باينه جدا في الشتات بعد ما بعت الحل بتاعها. فالموضوع مش هي كل حاجة واضحة والله. لا أنا بكلم حضرتك بس إن الرسم هياخد وقت كبير، يعني هي مش صعبة، دي هي حاجات كلها خطوات بنمشي عليها وبنعملها. أنا قصدي إن هي هتاخد وقت أكتر من ساعة بس. ماشي، انا هحاول اكونسيدر حاجه زي كده. هو عامه بس انا عايزه يعني عايزه اركز في ايه دلوقتي وانا بشرح. لما بتيجي مثلا تذاكر الكومبانيشنال سيركت بتلاقي ان في تفاصيل كتيره. انا ممكن اسالك السؤال وتشرح وتعمل التفاصيل كلها، اللي هو تبني التروس تيبل وتعمل ميرجنج وتعمل سيمبليفيكيشن وترسم. ممكن انا اسالك على التروس تيبل بس، ممكن اسالك على السيمبليفيكيشن، ممكن اجيب لك اصلا مش لازم اجيب لك السؤال من الاول. يعني في سؤال هيبقى كده وفي سؤال هيبقى كده. فلو انت هيبقى فايتك السؤال بتاع كومبارس اللي هو من الاول للاخر، فانت ما يفوتكش الاسئله اللي هي الصغيره اللي هي بتاع مثلا ليست المين تيرم، الحاجات اللي هي الصغيره. يعني انا هديك حاجات صغيره اتست فيك ان انت عارف الحاجه، وبعدين هديك سؤال كبير. فاهمني؟ فالسؤال الكبير كله لو ما لحقتش مش مشكله، انت مش هتجيب صفر، لان انا قصدي ان انا ما اديش سؤال من الاول للاخر هو ده الاساس. بدي حاجات الخطوات اللي في النص بديها لوحدها في السؤال، بحيث ان انت هل بتعرف تعمل ميرجنج؟ هل بتعرف تعرف يعني ايه من تيرم؟ هل عارف يعني ايه اس او بي؟ يعني ان انت تبقى عارف اصلا ده سؤال لوحده، وبعد كده ان انت تعرف السؤال من الاول للاخر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المحاضره البوليان فانكشن والكي ماب والكومبانيشنال سيركت طبعا اولا بيذاكروا بالترتيب. ثانيا هو بصرف النظر عن التفاصيل ايه هي المين تيرم وايه الماكس تيرم والحاجات دي، هو انت بيجي لك سؤال واحد بيتكتب كده بتروح قايل كل حاجه. يعني مثلا لما كان هنا في الـ في الـ في الـ بيقول لي ديزاين كومبانيشنال سيركت، دي بتفهم من دي انك بتعمل تروث تيبل وبتعمل كي ماب وبتعمل كذا. ففي كل محاضره من المحاضرات في سؤال بتشرح فيه بتكتب فيه كل حاجه، فلازم تبقى مميز ايه اللي في المحاضره دي اللي هو سؤال بعمل فيه كل حاجه. يعني مثلا لما اقول لك ليست مين تيرم ده مش سؤال،
اعمل ميرجنج، ده مش سؤال. لكن اقول لك مثلا يوزنج الكيم، يوز الكيمات تو سمبليفاي ذا بوليان فانكشن، ده سؤال من الاول للاخر. هتحول البوليان فانكشن لترو ستيبل، من ترو ستيبل هتجيب المين تيرم، ومن المين تيرم هتعمل سمبليفيكيشن، يعني هتعمل ميرجنج وهكذا. يعني مش فاكره بالترتيب، بس ايه هتعمل سؤال ليه خطوات كتيره. لازم تميز فين في المحاضره، في كل محاضره ايه السؤال اللي عايز خطوات كتيره. يعني لو انت عايز تذاكر كويس تبقى فاهم ان السؤال اللي عايز خطوات كتيره في كوبرنيشن سيركت هو السؤال ده مثلا، او خليه عادي السؤال الاخير. السؤال الاخير هو اللي لو انت فهمته هتفهم كل حاجه في كومبينيشنال سيركت، فاهمني؟ وهكذا في كل محاضره تشوف المحاضره ايه هو السؤال اللي لو انت ذاكرته بتبقى عارف كل الخطوات دي. يعني ما تدوخش نفسك ان انت مثلا تعرف ايه المين تيرم وايه الماكس تيرم، دي بتعرفها دي اساسي، بس لازم تبقى عارف ايه هو السؤال اللي انت تحله من الاول للاخر. ده كده اسمه سؤال طويل، سؤال اساسي، ده الهدف من المحاضره. ده كده لو انت حليته يبقى انت بتفهم. انما انا لما بديك سؤال بسيط انا بديك يعني كده يعني، بس هو الاساسي ان انت تبقى عارف السؤال من الاول للاخر بتحل ازاي. بصرف نظر عن الوقت اكيد طبعا، انا لما بحط الامتحان بحل الامتحان لوحدي، بحل الامتحان مش ان هو مثلا ان انا دكتوره فهحله بسرعه، بس انا بحله لوحدي وباخد باله هو بياخد وقت قد ايه، فاهمني؟ هتلاحظ ان الامتحان بتاع الكويز الاولاني ما كانش ساعه، ما حدش اشتكى منه. التاني انتوا اشتكيتوا منه لسبب تاني، عشان هو يعني ممكن ما ذاكرتش المحاضره، ممكن المحاضره ما خدتش خدتها مع الدكتوره قبل كده الاولانيه مثلا. لكن الامتحان نفسه لو ذاكرته هياخد ساعه، لو حليته ومذاكر، لو انت مذاكر وحليته هياخد ساعه عادي. بس هو التقصير طلع من حاجه تانية، وحته ان انت تبعت الفايل انا زودت لها 10 دقائق. فيعني انا عن نفسي بحل لكم كل الحاجات، بس انت من ناحيتك ما كانش في حاجه. وحاولت بقى كمان انا اللي ابعت الحل بتاع الشيتات، عشان برضه يبقى لو حد عنده مشكله يبقى حاولوا يا جماعه تساعدوا نفسكم، عشان الماده انا مش شايف فيها حاجه خالص. المحاضره بتكرر نفسها، يعني لو ذاكرت كومبينيشن سيركت يبقى انت ذاكرت المحاضره بتاع الكيماب وذاكرت البوليون فانكشن. انت متخيل عرفت يعني ايه ترو ستيبل وعرفت يعني ايه لوجيك سيركت؟ كل حاجه المحاضرات كلها معتمده على بعضها وسهله والتفاصيل موجوده. فانا يعني ما تديش لنفسك عذر، انا بحاول اديك عذر وعملت كل اللي عليا، بس انت فعلا ما تديش لنفسك عذر، لان عذرك الوحيد الوقت. والوقت ده انا ما بحطش امتحان كده، ما بحطش امتحان باخد 3 ساعات واقول لك ده بتحل في ساعه. لا، احنا بناخد بالنا بنحط امتحان ازاي، تمام؟ واكيد لو انت اشتكيت من الوقت 20 زيك بيشتكوا، فخلاص عرفنا ان الموضوع مش ماشي عشوائي. انت بتعمل اللي عليك وانا بعمل اللي عليا وزياده، وانت بتحل في الامتحان. الماده سهله، الماده ضد الوقت سهله. ده كان في لسه فليب فلوب وحاجات تانية، وعشان وقت الترم الدنيا وقفت. فنحاول نركز يا شباب، انا بحاول اساعدكم باقصى الطرق. والكويستو هعمل تاني كويستو، يعني ما اعتقدش فيه بعد كده. ما حدش يقول الماده صعبه، ما حدش يقول في حاجه ناقصه من ناحيتي، ما حدش يقول ان في اي تظلم من اي ناحيه. فحاولوا تساعدوا نفسكم، لان الماده سهله جدا. وانا بكونسيدر طبعا، انا اسفه ان انا اقول كده، بس انا بكونسيدر ان انتوا ان في منكم ناس شايله الماده، فاللي شايل الماده انا مش عايزاه يشيله تاني، مش عايزاه يشيلها تاني. يعني انا ما بحبش ان حد يقعد يشيل كتير. فانتوا ساعدوا نفسكم عشان ما تخشوهاش تاني، وطبعا عشان تبقوا ناس محترمه يعني. فانا اسفه لو كنت اتدخلت في حاجات شخصيه، بس انا بالنسبه لي ولو في حد عنده اعتراض يبعت لي على الايميل اي مشكله انا ما كنتش واخده بالي منها. بس انا بقول لكم انا عن نفسي بحاول القط منكم ايه المشاكل وبحلها. والكويس كنت قايلكم ساعه، خليته ساعه و10 دقائق عشان وقت، برضو ما كنتوش ليميتد بالوقت. فعايزه يا شباب ان تو بي كير يعني، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. طب دكتور لو سمحتي، معلش، هو الكويز اللي فات انا يعني خلصت قبل الكويز بثلاث دقايق بالظبط، واستخدمت الموقع اللي حضرتك قلت لنا عليه على الجروب عشان خاطر ارفع عليه صور، تمام، عشان احوله بي دي اف وابعته لحضرتك، ارفعه لحضرتك على الاي ليرنينج، تمام. فالصور كل صوره كانت بتبقى 3 ميجا و4 ميجا، فالنت ساعتها كان تقيل عشان الامتحان والموقع نفسه، ورفع الابلود الصور على الموقع بتاع اللي هو اللي حضرتك بعتيه لنا على الجروب. لما جيت بعد ما اخلص يعني وحاول لي عمل لي ميرج للفايل وخلوا لي بي دي اف، جيت ارفعه كان باقي 48 ثانيه، فانا كنت برفعه. فبعد كده لقيت الاي ليرنينج قفل، كان الوقت خلص وما طلعليش او ما بنيش هو رفعه ولا لا. وبعد كده جيت اتاكد من حضرتك، فعبل ما عرفت من حضرتك ان هو ما اترفعش كانت الساعه عدت 4:30. ياه
صدقيني بس بص يا باشمهندس، انا فهمت مشكلتك، بس دلوقتي دلوقتي انا الموقع لما يقفل في وشك، يعني لما يكون مثلا الامتحان ساعة، مش هينفع تقول للموقع انت قفلت في وشي. هو الموقع بيبقى ساعة، فلما انت بتأخر عليه بصرف النظر عن انت دخلت متأخر، النت كان بطيء، الفايل كان كبير، هو ايه النت الموقع هيقفل، مش هتروح تشتكي الموقع، فاهمني؟ بما ان انا عارفة الحاجة دي، قلت يا جماعة قدامكم نص ساعة، نص ساعة تبعتوا فيها بعد ما لو كان حد عنده مشكلة. فانا مديها نص ساعة، الامتحان واحدة ونص، يخلص 2:30، قدامك 3 تبعت. فالموضوع يعني بالنسبة لي خليني سبتها ساعة. في كل الأحوال كل حاجة لازم لها ديدلاين، فأنا حددت ديدلاين نص ساعة. لو الموضوع اتفتح أوبن أكتر من كده، طبعا أنا آسفة إن أنا أقول يعني كده إحنا هنغش يعني، بس ده امتحان. هو يا دكتور فالامتحان اتفضل اتفضل انت عادي، انا عن نفسي خلصت، بس انا ببقى واقف يعني الموضوع مش ماشي عندي عشوائي. انا عارفه يعني ايه فايل ريسبونس. فايل ريسبونس يعني الموضوع بياخد وقت. اديت 10 دقائق زياده بعد الامتحان، يعني الامتحان بتاعك كان 70 دقيقه، ال 70 دقيقه بتوعك كمان ما قضوش، مديك انا بعدها تلت ساعه او نص ساعه بعد وقت الامتحان بتاعك. فان انت تاخد نص ساعه كاملين، نص ساعه كاملين عشان تبعت، انا عن نفسي انا مشكله بعد ما طارئه في خلصت ايدي على كده. طول كلمت حضرتك على الواتس. حضرتك يعني انا اول ما انا دخلت 3 بالظبط يعني في ميعاد السكشن بتاعي، ما دخلتش متاخر حتى، بس تمام وانا اول ما خلصت بعت لحضرتك على طول عشان اتاكد بس، لان انا ما كنتش عارف هو اترفع ولا لا. فعبل ما حضرتك بقى رديتي عليا وعبل ما سالت هو ثواني بس، انت دلوقتي انا كنت بعت فايل بيتبعت فيه، فايل بشرح فيه ازاي بتعمل الابلود، وكان وقلت لك ازاي بتاكد ان انت عملت ابلود. انا ما عملت ابلود، الفايل ظهر قدامك. لو هو ظهر قدامك كده مثلا، انت كاتب اسمك والاي دي وظهر فيه PDF، بتعمل سبميت، هو ظهر وانت بتعمل سبميت، مفيش حاجه تانيه بعد كده يعني. ايوه اكيد طالما طبعا. ظهر يبقى هو اتحط. هو يا دكتور انا البيج دي ما طلعتيش، انا طلعت في الدرجه على طول بتاعت الحاجات، فانا ما كنتش اعرف اصلا هو اترفع ولا لا عشان اعمل سبمنت. فاهم قصدي؟ بس يعني انا ما عملتش سبمنت. يعني الوقت خلص من قبل ما انت تتأكد اذا كان عمل سبميت او لا، انا ما كنتش صح اعرف بقى، كده؟ عشان كده سالت حضرتك، وحضرتك بعد كده رديتي عليا وقلت لي ان هو ما اترفعش، وانا ما كنتش اعرف ازاي ابعته على الميل. فسالته حسام وهو يعني تواصل معايا وقال لي ازاي ابعته. فعمل ما بعته كانت الساعه عدت 4:30، بس انا فعلا ما كنتش اعرف ازاي ابعته على الايميل. بس تمام. انا دلوقتي لو فرضنا ان انت طالب واحد بس، يعني كنت انا مثلا مش هركز معاك، لما لقيت كتير الناس تضررت من الموضوع عملت كويس تمام. فانت فرصتك ان انت تبقى، والكويس كمان في الكليه، فما فيش اي اعذار للنت، ولا بقى هتيجي بقى بحجه مواصلات، ولا عندي ظروف. انا اسفه يعني، بس ده امتحان وحلته لكم بانه يبقى في الكليه، فخلاص كده. طب حضرتك هو كويز 2 نتيجته هتطلع امتى؟ انا متفقه مع باشمهندس ان شاء الله يطلع يوم الجمعه او ماكسيموم السبت. تمام، شكرا يا دكتور. عشان طبعا لو في حد فيكم عايز يعرف هو جايب كام عشان يدخل الكويز التالت، انا عارف، بس ان شاء الله على يوم الماكسيموم السبت. تمام، تمام يا دكتور. ولو الدرجه ما ظهرتش، يعني لو الدرجه ما ظهرتش الامتحان، يعني انا بفضل انك تحضر. يعني لو حصل بس لو حصل الدرجه ما ظهرتش، احضر الامتحان. الامتحان ده هيبقى ان شاء الله، يعني انا لسه ما حطوش، بس اتمنى ان هو يكون كويس يعني. تمام تمام يا دكتور. خلاص، هحاول ان شاء الله ابعت لكم تسجيل المحاضره دي، لان احنا طبعا اتكلمنا في حاجات كتير، فمش هينفع ابعت التسجيل ده الا اذا كان اتبعت لوحده يعني. بس ان شاء الله ابعت التسجيل ده، واكيد طبعا هتحتاجوه في الفاينل مش في الكويز. حد عايز اي حاجه؟ هيبقى في محاضرة، هيبقى في ريفيجن، انتوا عايزين ريفيجن؟ انا هو دلوقتي انا كنت بخطط ان الكومبانيشنال تبقى في محاضرتين، بس انا خلصتها في محاضره، ما كنتش متخيله ان انا اخلصها في محاضره، بس لقيت الساعه ما اعرفش سبحان الله يعني قضت. فهو كده الكومبانيشنال سيكت ما فيهاش حاجه تانية، الا اذا كان انا دلوقتي انا عن نفسي عندي امثله كتير، بس هو دي البي دي اف اللي انا مجهزه لكم. لو حد فيكم عنده عنده عايز المحاضره الجايه، ممكن اجهز في المحاضره الجايه اي حاجه واشرحها، يعني اي حاجه، يعني مش مثال كتير، قصدنا ريفيجن على الفاينل كله يا دكتور. على المنهج كله. لو يعني الحاجات اللي نركز عليها في الفاينل كده ده نلم سؤال الدنيا. مش فاهم حاجه. ماشي. عامه انا عادي المحاضره الجايه هتبقى اونلاين، وابقى موجود اي وقت عادي. عادي، مش لازم المحاضره الجايه يعني. حضرتك اول ما تظبطيه مثلا تقول لنا الميعاد بس ونخش فيه حضرتك قبل الفاينل كده بشويه كده يعني.
هو انا اللي هسأل ولا انتوا اللي هتسألوا ولا انا اللي جايز حاجات اشرحها؟ يعني كده وكده لو فاهم الاثنين، يعني لو اسمع حاجه ولو حضرتك مثلا تقولنا مثلا المساله دي كده مش عارف ايه كده. تمام. دلوقتي اللي اكيد هيبقى الاسبوع الجاي في نفس المعدة، لان ما انا طبعا عندي حاجات كتيره، فما اعتقدش ان انا اعرف انظم اي معاد تاني غير كده. خلاص ما فيش مشكله. الاسبوع الجاي في نفس الميعاد هيبقى محاضره اسميها ريفيجن. انا هكون مجهز اي حاجات، اي هنتس عايز اقولها للمحاضرات كلها، ولو حد فيكم عايز يسال اي حاجه بس يفضل ان هو يذاكر قبل ما يذاكر شويه، يعني قبل ما يجي المحاضره. تمام، شكرا دكتور. خلاص كده تمام، ماشي، مع السلامه يا شباب. يا دكتور في حد عمال يطلعنا من، انا هعمل اندك سامعني، انا هعمل اند. تمام، بس هو حد طلعنا من الميتنج يا دكتور. ما اعرفش ازاي الصراحه، بس يعني نتقابل بعدين نتكلم تاني بعدين، اصل انا دايس على زرار الاند ادوس. باي. تمام يا دكتور، ماشي، سلام.